الإمبراطورية الأكادية. سير جون أسس حكومة مركزية، وهو كان الحاكم المطلق ومسيطر على جميع المدن في بلاد الرافدين. بين الآونة والأخرى، المدن المحتلة كانوا يثورون ضد حكم سير جون، ولذلك سير جون دائما كان يحارب بحملات عسكرية لإخماد هذه الثورات. سير جون سيطر على طرق التجارة والبضائع المهمة مثل الفضة والقصدير وأخشاب الأرز. سير جون قام بمصادرة الأراضي من أعدائه ومنحهم إلى حلفائه، وأجبر المدن المحتلة على أنه يدفعون ضرائب للحكومة المركزية في أكد العاصمة. من خلال فرض الضرائب والسيطرة على التجارة، سير جون حصل على موارد مالية، واستخدم هذه الموارد المالية للحفاظ على سيطرته على الحكم. سير جون عين بنته الأميرة إنخدوانا في منصب الكاهنة العليا لمعبد نانا إله القمر في مدينة أور. وفعل ذلك حتى يوحد شعبه دينيا وفكريا. وفي مدينة أور، الأميرة إنخدوانا كانت تعتبر زوجة إله القمر نانا، وكانت تلعب دور فعال في الحياة الدينية والحياة الثقافية في مدينة أور. الأميرة إنخدوانا كتبت العديد من الأعمال الأدبية ونحنت تراتيل دينية للآلهة، ولذلك هي تعتبر أول كاتبة في التاريخ، حيث لم يسبقها كاتب أو كاتبة. سير جون حول الغنائم والموارد المالية اللي حصلها من الحملات العسكرية إلى مدينة أكد عاصمة الإمبراطورية الأكدية، ولذلك مدينة أكد صارت أغنى مدينة في العالم. بعض العلماء يعتقدون أن مدينة أكد هي موجودة تحت مدينة بغداد. في هذه الفترة النقوش الملكية انكتبت باللغتين الأكدية والسومرية، والجدير بالذكر إلى أن اللغة الأكدية كانت لغة سامية وتشبه اللغة العربية واللغة العبرية. احنا ما نعرف بأي سنة مات سير جون الأكدي وشنو كان سبب وفاته، ولكن نعرف انه سير جون ترك إرث تاريخي عظيم ويعتبر من أهم الملوك في تاريخ بلاد الرافدين. إمبراطورية سير جون بقت لمدة سنين بعد ما مات. ابن سير جون ريموش
استلم الحكم بعد ما مات أبوه، وبعده إجا أخوه مانيشتوشو واستلم الحكم، وبعده إجا نارام سين حفيد سرجون الأكدي واستلم الحكم. ولكن هذه القصة راح أخليها الحلقة الثانية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.